حاطمها مفسوخ بتقدرش تفتحه. محل ما كانوا حاطين الاكسجين ما هي كانت في العنايه لها 13 يوم. حرام بيستمعوا امها تخبز عشان تفطر. طلعت من الشمال من يوم ما قالوا لنا اطلع شردنا، ضربوا دارنا قالوا لنا اطلع ضربوا دارنا، ولما طلعنا فيش نعرف وين نروح ناكل نشرب. رحنا فتحنا فرن نخبز للناس 5 رغفة بشكل، جبت صرت اجيب ناس من برا وناس من جوا يخبزوا عن جوزي. فجأة لهم قصفوا كل الطابق تاع المدرسة، ولادي راح وجوزي راح وانا بخبز، انا وجوزي انا بخبز انا وياه للناس. ولادي كانوا حواليا والثلاث بنتين وولد كانوا تحت في الساحة، وولد وبنت كانوا عندي فوق. وانضربت الهواية حسيت فيها، ايدي راحت دغري حسيت فيها هيك كل الطابق دش، مش عارفة كيف صار مش عارفة. بعدت الآن مش واعية بعد 11 يوم 15 يوم صحيت جديد، كنت من الغيبوبة. الحمد لله.